السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. بما ان النهاردة هعمل محشي، قلت اصور لكم الطريقة معايا. بس المحشي بتاعي يختلف عن جميع انواع المحشي اللي شفتوه قبل كده على اليوتيوب. المحشي بتاعي انا بعتبره محشي صحي في الدرجة الاولى. هو محشي صحي، يعني احنا طول عمرنا بناكل المسبك والدهون والجماعه اللي بيعملوا المحشي بليه، الله يكرمكم، بليه الخروف، يعني كميه دهون مشبعه الله يخرجنا منها. فانا هعمله النهارده بطريقه صحيه وسهله جدا جدا لاي حد، حتى ما عملش المحشي في حياته ممكن يعمله بالطريقه دي. هو ما محتاجش حاجه، حاجات بسيطه، وانا جمعت لكم المكونات الاول قبل ما اعمل اي حاجه عشان اللي عايز تكون الحاجات دي متوفره عنده. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ده اولا رز، نحتاج رز مصري عادي، اي نوع رز مصري، يعني هو يفضل الرز المصري لان الرز البسمتي مش هيجي حلو في المحشي، يعني لازم رز مصري. والملفوف طبعا كلنا عارفينه، اللي هو قرنب. ده كان عندي في الفريزر، انا بجيب كميه وبعينها بسلقه وبقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبطلعه بحطه بس في شويه ميه، بيجي جميل وحلو. حتى ممكن نجيبه في الشتاء ونعينه للصيف او لاي وقت احنا محتاجينه. في الصيف ما بيكونش حلو وبيكون غالي، فانا دايما بجيب كميه في الشتاء وعينها. وبنحتاج طماطم، طماطم عند كل الناس، ومعلقه معجون. وبنحتاج هنا بصل وثوم وفلفل، بصل ثوم فلفل، حاجات صحيحه انا سايباها زي ما هي عشان الكل يشوفها يعني. وبس بنحتاج حوالي معلقه ومعلقه ونص زيت عادي، زيت ذره، زيت عادي. وهنا طبعا شو اسمه هذا، لا اله الا الله، الكزبره والشبت، الشبت معروف والكزبره، انا ما بحبش احط عليه بقدونس، بيدي له مراره شويه. والبهارات اللي عندنا بس نوعين فقط لا غير، كمون وكزبره ناشفه. بس البهارات دي في تكه كده لازم نعملها عشان تدي المحشي ريحه وتدي له طعم حلو. زي ما احنا شايفين كده، الكمون والكزبره بس بنحمصهم كده في طاوه على النار، بس بنحط طاوه على النار ونحطهم في قلبها ممكن دقيقتين ثلاثة، يسخنوا بس كويس كده، أو في الشمس لو في شمس موجودة ممكن نحط في الشمس شوية ونطحنهم في الخلاط كده، وبعدين نحطهم على الخلطة بتاعة المحشي. أنا وريتكم الحاجات صحيحة الأول عشان بعد شوية هقطع كل اللي أنتم شايفينه ده وأخلطه مع الرز بس كده. ولا بقى تقلية ولا بصل محروق ولا حرقان في الصدر ولا ارتجاع البلعوم ولا الحاجات الغريبة العجيبة اللي بتحصل دي. زي ما قلت لكم احنا ما شاء الله يعني اجسامنا كلنا تشبعت بالدهون، الدهون والسكريات والكربوهيدرات والاشياء دي كلها عندنا منها ما شاء الله، يعني يكفي ويوفي. لذلك احنا عايزين نتعلم الاكل الصحيح، الاكل الصحي اللي تاكله ما يتعبكش، اللي تاكله بعد شويه ما يجيلكش حرقان في صدرك، اللي تاكله ما تروحش المستشفى في الليل. ايوه، فحبيت بس اوريكم المكونات وهي صحيحه كده قبل ما افرمها. انا طبعا هفرم البصل ولا اله الا الله، والثوم، الثوم والفلفل هدقهم في الهون. ايوه انا كده احب ادق الثوم مع الفلفل. سبحان الله الاثنين مع بعض طعم جميل جدا جدا، بيدي خلطه المحشي طعم في منتهى الجمال. وفي الهون لازم الهون، مش كبه بقى ولا اقطع بايدي، لا لازم الهون عشان يديك الطعم الخطير يعني. بس كده انا بس حبيت زي ما قلت لكم اوريكم، بسم الله، اوريكم الاشياء وهي صحيحه، وبعدين بوريها لكم بعد ما فرمتها، ولما اجي افرمها برده واقلبها على الرز بصور برده عشان الناس تشوفه كده. بس كده، يلا برجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما فرمت بقى طبعا البصل، فرمته، ولا لا اله الا الله، الطماطم والكزبره والشبت فرمنا، وفرمت ده الكمون والكزبره، فرمت كل حاجه. انا بس عايزه اوريكم الخطوات خطوه بخطوه. بسم الله، خلاص فرمنا كل حاجه، نبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبصل اهو. ادي البصل حطيناه فوق الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. والطماطم فرمناها برضو، انا قصدي افرمها كده، كل ما كانت بسيطه كده وفرمها يعني في قطع، مش مفروم ميه، لا بس فرمه شوية، مش زي كده يعني، في قطع انا قصدي ان انا اسيبه كده، هيبقى طعمه جميل جدا في المحشي. وزي ما قلنا البهارات اهي، الكزبرة الخضراء والكزبرة لا اله الا الله الناشفة والكمون، حمصتهم شوية وبعدين طحنتهم في المطحنة بتاعت الخلاط، وشوية ملح
وبنحط بيه عادل معلقه معجون طماطم، بسم الله يعني عشان اللون بس، والزيت اهي بس شويه صغار مش محتاجين غير كده. وطبعا هنا في الهون حرمنا التوم وال مش اسمها هذا ايش الفلفل، بسم الله يا جماعه. فرم الهون او دقوا في فرم الهون للتوم بصراحه، شوفوا مهما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الشبت والكزبره الخضراء، شوفوا زي ما قلت لكم اسهل حاجه المحشي ده، انا بالنسبه لي هو اسهل حاجه. نقلب كل ده ببعضه، الخلطه دي كلها نقلبها ببعضها. طب بالله شفتوا محشي اسهل من كده اهو؟ ولا تقليه بقى، ولا بصل محروق، ولا ليه خروف، ولا وجع قلب من اللي بنشوفه ده. الحاجات دي يا جماعه يعني سبحان الله اغلب امراض الله يستر علينا وعليكم المعده ما تيجي غير بالمسبك والملبك والدهون والشحوم انا مش عارفه يعني. كل واحد له احترامه وكل واحد له طريقه في الطبخ، لكن ان انا اجيب دهن مشبع من الله يكرمكم ليت الخروف واحطه في المحشي واحطه عشان اكله، اللهم المستعان. عايزين بس نتكلم على حد عشان ما حدش يزعل، لكن انا بالنسبه لي دي عادات طبخ خطا جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده اهو، حلو جميل وزي الفل. لو حسينا انها يبغى لها تكت معجون طماطم كمان مفيش مشاكل اهو، بس عشان اللون بس، انا مش فارق معايا اللون يعني، المهم انه يكون صحي وطعمه حلو، وانا متاكده لان انا مجربه كتير بالطريقه دي يعني. ده محشي ني في ني، كل حاجة فيه بتبقى سبحان الله بتبقى حلوة. زي ما قلت لكم التسبيك ده يعني أنا واحدة من الناس المسبك ده ما باكلوش أبدا أبدا من فترة طويلة جدا، لأني اكتشفت إنه الله يكرمكم مرض مرض فعلا يعني. بس كده قلبناها كويس تمام. نبدأ بقى نجيب الجدر ونحشي، وهقول لكم لما بنيجي نحشي بنحط إيه في الجدر من تحت عشان يجي ريحته حلوة وطعمه حلو. أنا هنا لما قطعت الشبت والكزبرة ما رميتش ده، دي العنق اللي بتبقى فوق ما رميتهاش عشان أحطها في الجدر من تحت مع بصلاية. رجعت لكم تاني زي ما قلت لكم، ده اللي أنا حشته من الشبت والكزبرة، قطعته وبحطه في الفرش بتاع الجدر من تحت وبصلاية بس كده، ده اللي بيكون تحت الكزبرة الخضراء والشبت وبصلايه. بنبدا بقى نحشي، نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل يا جماعه الحشي، حتى ما بيحتاج ولا شيء. بسم الله. وسبحان الله انا من الناس اللي ما بحبش المحشي كبير يعني، يكون مقطقط كده وصغير بيبقى شكله حلو. بسم الله. دائما لو عندك ورق اخضر خلي الورق الاخضر تحت، ما تحطيهوش فوق. الخلطة ريحتها جميلة جدا جدا جدا، أنا نفسي الناس تجرب الخلطة دي يعني، منها أقل شيء إن احنا ناكل حاجة صحية. حتى كل الناس بتحب المحشي، أنا مش هقول لكم ما فيش حد ما بيحبش المحشي، لكن احنا بناكله خطأ، بناكله بيأذينا يعني، تسبيك وولية خروف وكمية دهون مشبعة غير طبيعية. طيب ما احنا هنمرض يا جماعة، وهنرجع تاني نراجع دكاترة عشان الكوليسترول وسمنه ووزن زايد احنا لو الاكل انا بعتبره هو اساس كل شيء، لو احنا اكلنا اكل صح او اكل صحي سبحان الله حياتنا هتمشي صح. زي ما انتم شايفين كده يعني، مش لازم الواحد يلفها كتير عشان تستوي بسرعه. زي ما قلت لكم بنحاول ناخد الورق الاخضر يعني، هو افضل انه يكون تحت، ولا عندي مش اخضر قوي يعني. وزي ما قلت لكم القطع دي طعمها جميل جدا، البصل مع الطماطم مع الخضره اللي حطيتها تيجي حلوه. وكل الناس شاطره ما شاء الله، زي ما قلت لكم انا قناتي مش قناه طبخ، لكن انا بحاول اقدم الحاجات الصحيه، الحاجات الله اعظم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بحاول اقدم الحاجات الصحيه اللي هي ما تضرش الناس، خلاص الناس كلها زي ما قلت لكم الناس كلها بتعاني من امراض المعده والقولون والبهارات الزياده والبهارات اللي الناس كلها بتجيبها، بهارات
بقت الناس دلوقتي البهارات المشكله، البهارات المشكله دي سبحان الله انا واحده من الناس ما احبش اجيبها ولا احطها على الاكل ابدا، لانها ببساطه جدا بتغير طعم الاكل، بتغير طعمه مليون في الميه، بالذات البهارات اللي بتتحط على المحاشي يعني، والمحشي ما يحتاج شيء، بس لا اله الا الله الكزبره الناشفه والكمون فقط لا غير، هو ده مفيش حاجه غير كده. الله اعظم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا هعمل معاكم كم واحده كده عشان بس انا اعتقد كل الناس بتعرف تحشي يعني. يلا الحشي سهل، بس يكون انت مقطعه الورق مظبطاه زي كده، الورق ده يمكن بقاله شهرين عندي في الفريزر زي كده. بسم الله كده، بس كده سهل، سهل جدا يعني، اسهل منه ما في. انا بعتبر الحشي هو اسهل مرحله، كله سهل والله. شوف انا عملته ما خدش ولا الخلطه والتقطيع وكل حاجه ما خدتش 10 دقايق، فزي ما قلت لكم يعني الامور سهله جدا، بس احنا يعني نتعلم ناكل اكل صحي، نتعلم نطبخ صح، نحاول بقى نبعد عن الدهون والزيوت والمسبك والملبك واسمه ايه ده لا اله الا الله وليت الخروف يعني ربنا يهدي الجميع يا رب. يعني انا بصراحه عمري في حياتي ما جربت اعمل محشي بليت خروف او اي دهون حتى، يعني يا دوب بس شويه الزيت اللي وريتهم دول وخلاص، ما فيش حاجه غير كده بس، وانتهى الموضوع غير كده. ادينا بقى بنحشي مع بعض اهو، عشان زي ما قلت لكم اللي ما عندوش فكره او اللي ما بعرفش اهو. هو سبحان الله يا جماعه اكتر شيء يفيد الوصفات اللي انا بقدمها من وجهه نظري انا انها تفيد المغتربين اكتر، لانهم اكتر ناس يعني بيتعبوا في الاكل وبيتعبوا في تحضير الاكل وما عندهمش فكره، فانا دائما الوصفات اللي بقدمها وصفات سهله مش وصفات يعني. في ناس عندها المحشي ده كارثه من كوارث الزمن، محشي خلاص في 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 دراسه جدوى وفي حرب في البيت وبنعمل محشي، رغم انه هو اسهل حاجه. انا من وجهه نظري هو اسهل حاجه بصراحه يعني، جدا جدا يعني، اسهل منها ما في. زي ما انتم شايفين كده اديني بحشي، انا بس هحشي معاكم واكمل الجدر كده من تحت، ونقوم نصلي ونرجع نكمل تاني وهو على وشك يخلص. سبحان الله يا جماعه، يعني لو انا بعمل حاجه مثلا بطبخ مثلا او بعمل محشي زي كده وادن الظهر، اهو ادن الحمد لله يعني الظهر ادن وانا لسه باديه او بشتغل، في ناس تقول عادي لما اكمل المحشي واخلصه واروح اصلي. لا والله ما انصحكوش، سبحان الله لا بارك الله في عمل ينهى او يؤخر عن الصلاه. اي حاجه هتاخرك عن الصلاه تاكد مليون في الميه انها هتطلع مش كويسه، مش هتطلع كويسه لا في الطعم ولا في ولا في اي حاجه، لان ربنا مش هيبارك فيها لانها اخرتك عن فرض ربنا. دي حاجه مهمه برضو، وفي ناس كتيره بتستهين بالصلاه، ربنا يهديهم يا رب ويصلح قلوبهم، بس مش كويس خالص ان الواحد يستهين بالصلاه. زي ما قلت لكم انا بس بكمل ده، هم لسه ما اقاموش الصلاه تو مقدن الحين، ان شاء الله اني نروح نصلي ونرجع نكمل تاني. يعني الامور سهله وبسيطه والحياه سهله، في ناس كتير بتعقد الحياه رغم ان هي سهله جدا جدا جدا، والله اسهل منها ما في. اهو شوفوا على وشك بس خلاص، لما ارجع تاني بقى هنكمل مع بعض واقول لكم انه لازم بقى ايه سبحان الله نعمل سطر كده وسطر عكس، سطر كده زي حرف الزائد كده عشان لما نيجي نسويه يبقى كويس، وال ما نيجي نحط عليه مرق او كده يتغلغل فيه، ما لو عملناه كله على اتجاه واحد هيجيك مش مستوي، ودي حاجه برده مش كويسه لازم الواحد ياخد باله منها. كده خلاص قربنا نخلص اهو، بس هظبط دي خلاص ونقوم وارجع لكم تاني بعد شويه، بس هي اخر واحده نعملها بقى ونقوم. بسم الله، بس لما اجي اكمل برجع لكم تاني. وده بعد ما خلصنا اهو، خلصت الجدر، هو جدر كويس يعني يا دوب يكفينا، ما بعملش انا جدر كبير يعني، واتبقى طبعا من الخلطه شويه، ده هنعمله ان شاء الله بكره، هنعمل بيه ورق عنب، عندي ورق عنب اهي فرصه نوري الناس اللي ما بتعرفش تلف ورق العنب. هي الخلطه دي تمشي ملفوف وتمشي ورق عنب وتمشي اي محاشي، بس في ورق العنب هزود لها حاجتين بس،
هزود لها لا اله الا الله ليمون، ممكن ليمونه كبيره او اثنين صغيرين، ودبس الرمان فقط لا غير، تطلع جميله جدا وروعه. لما اجي اسوي بقى الملفوف هوريكم، انا في مفاجاه هسويها على الحطب النهارده على الكانون يعني. اولع النار كده واظبطها وان شاء الله اسويه. رجعنا لكم تاني بعد ما خلاص خلصنا المحشي، حشيناه وخلاص وحطيت عليه المرقه. شوفوا مش لازم يكون متغطي قوي يعني، بس كده كويس، بس نهزها كده شويه عشان ينزل تحت المرقه، تنزل تحت، ونحط عليه طبق زي كده. بسم الله، بس ونغطيه. بعد شويه بقى المفاجاه. ده المحشي اهو في اخر مرحلة، خلاص خلص كده. حبيت اوريكم بقى المسكينات. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اهو. جميل جميل جدا، وريحته ما اقولكوش والله، ريحته من ابدع ما يمكن. يا رب يكون نال اعجابكم ان شاء الله. إن عجبكم الفيديو بالله يا جماعة دعمونا بس بلايك.